رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي وصل إلى نيويورك، والأزمة السياسية العراقية الجارية بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي أيضا تحركت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه الزيارة. هذا الأمر أصبح واضحا مع اللحظات الأولى أو قبل اللحظات الأولى لمغادرة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي للعاصمة العراقية بغداد، متوجها مباشرة إلى نيويورك. وهذا كان واضحا من البيان الذي صدر من السيد الكاظمي بهذا الشكل، وهو قد ذكر في هذا البيان المرتبط بزيارته مباشرة إلى نيويورك إلى الولايات المتحدة، ذكر الأزمة السياسية بهذا الشكل الذي ترونها، وتحدث عنها ووصفها بالأزمة السياسية الحالية بأنها صعبة، ودعا جميع الأطراف إلى الحوار، إلى الهدوء، إلى الصبر. وهذا يؤكد تفاصيلا قد نشرت قبل يومين من قبل العربية الجديد بتصريحات مهمة قادمة من مسؤولين في رئاسة الوزراء العراقية، صرحوا للعربية الجديد من دون ذكر اسمهم عن طبيعة الأجندات التي يعمل عليها السيد مصطفى الكاظمي أو التي سيعمل عليها في نيويورك، وأن على رأس هذه الأجندات هي الأزمة السياسية العراقية. هذا كان واضحا بهذا الشكل الذي ترونه، وبالتالي مسؤولان اثنان في مجلس الوزراء العراقي تحدثا للعربية الجديد، قالوا الآتي: الأزمة السياسية في البلاد ستتصدر مباحثات الكاظمي مع قادة دول العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن. وفعلا المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء كان قد وضح بأن السيد مصطفى الكاظمي سيكون في لقاءات مهمة للغاية، وبدأنا نرى بدأت ترد الصور للقاءات السيد مصطفى الكاظمي على سبيل المثال اليوم مع رئيس الوزراء الإسباني، كذلك مستشار جمهورية النمسا أيضا التقاها السيد مصطفى الكاظمي، وأيضا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أيضا، ولا زالت اللقاءات مستمرة والأنباء مستمرة عن طبيعة هذه اللقاءات. والواضح تماما بأن الأزمة السياسية العراقية هي مهمة للغاية، ولكن هي ليست الوحيدة، هنالك الكثير من الملفات الأخرى، ولكن الأنظار تذهب إلى هذه الأزمة الخطيرة للغاية. المثير أن بعد مغادرة السيد مصطفى الكاظمي مباشرة في رحلته إلى نيويورك، بدأت هنالك وشهدت بغداد يوم أمس تجديدات أمنية وممارسات أمنية كبيرة للغاية من القوات الأمنية العراقية. هذه إحدى الصور التي تم تداولها لطبيعة ما تم من هذه المناورة أو الإجراءات الأمنية المهمة العراقية. والواضح بهذا الشكل كما تلاحظون المناورات مستمرة، وخلية الإعلام الأمني تحدثت عن هذه الممارسة الأمنية. إذا ما توجهنا مباشرة عن هذه الممارسة المهمة للغاية التي جاءت يوم أمس في توقيت مهم للغاية هنا العاصمة العراقية بغداد، لنتجه لكي نفهم أين كانت بالضبط وما هي المناطق المهمة. هنا المنطقة الخضراء إحدى أهم المناطق التي تواجدت فيها القطاعات الأمنية بشكل كبير يوم أمس في هذه الممارسة الأمنية المهمة، هي جاءت في ساحة التحرير وكذلك في شارع النضال وكذلك في شارع السعدون وفي هذه المداخل وفي مناطق الرصافة بشكل عام. العديد من النقاط تقطعت وغيرها، كانت حضور كبير جدا للقوات الأمنية ليلة يوم أمس، وبعدها تم فتح الطرق مباشرة. وخلية الإعلام الأمني أساسا قد أكدت اليوم ستكون وليلة هذا اليوم، وحتى عمليات بغداد أكدت هذه المسألة بأننا سنكون أمام ممارسة أمنية أخرى، ولكن في الكرخ هذه المرة. بالنظر إلى هذه النقطة والمناطق التي تحدثنا عنها، فهي مناطق مهمة للغاية إذا ما ركزنا عليها. بالنسبة إلى ساحة التحرير كما هو معروف هي نقطة انطلاق مهمة جدا للتظاهرات، كما نعلم بأن ثورة تشرين كانت هنا، كذلك التيار الصدري والمتظاهرين للتيار الصدري دخلوا من هذه المنطقة إلى المنطقة الخضراء، وبالتالي هي نقطة مهمة للغاية ولا يمكن الاستهانة بها أبدا. وبالتالي خلية الإعلام الأمني كانت واضحة في التفاصيل التي نشرتها، ولكن أيضا في نفس الوقت التوقيت كما تحدثنا لهذه الممارسات الأمنية التي جرت يوم أمس والتي ستجري اليوم تأتي في توقيتات مهمة للغاية. نحن على بعد 10 أيام من ذكرى مهمة جدا، هي الذكرى السنوية لانطلاق ثورة تشرين. كذلك يوم أمس كان هنالك اجتماع للإطار التنسيقي أكد فيه على إصرارهم والتزامهم وتمسكهم بمرشحهم لرئاسة الوزراء وهو السيد محمد شياع السوداني، وطبعا التيار الصدري رافض تماما لمرشح الإطار التنسيقي، وكان هذا واضحا فجر هذا اليوم من الصفحات التليجرام الغير رسمية ولكن هي تابعة للتيار الصدري، وتم
تنقل الصوت الصدري بشكل واضح السياسي، والواضح أنهم ذكروا على سبيل المثال هنا لن يتم السماح لكم أن تشكلوا حكومتكم، لن يتم السماح لكم أن تعقدوا جلستكم. طبعا هذا كان ردا على التزام الإطار التنسيقي بالسيد محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الوزراء. كذلك هذه الممارسات الأمنية التي تأتي في هذا التوقيت المهم تأتي بعد تقارير أمريكية صدرت حول ما ممكن أن يأتي وما يجري في العراق، مثل الفورن بوليسي في 15 سبتمبر، أي بما معنى قبل 5 أيام تحدثت بأن العراق قريب وهو قد يكون في موقف صعب للغاية وقد يكون متوجها إلى حرب أهلية، وتحدثت بأن الحرب الأهلية وشيكة، وبالتالي الممارسات الأمنية واضح من توقيتها هي محاولة الابتعاد عن مثل هذه السيناريوهات التي لا يريدها أحد أبدا، ومحاولة الحفاظ على الأمور السلمية في ظل أن هنالك أنباء كثيرة عن أن التظاهرات وتظاهرات تشرين ستكون حاضرة فعلا بعد 10 أيام، هنالك تداول لهذه الأنباء، بالتالي أن تكون القوات الأمنية مستعدة ستمنع الكثير من هذه السيناريوهات بكل تأكيد، ولكن الأزمة خطرة وليست سهلة أبدا. السؤال الأهم الذي يطرح، متى سنرى رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي يتحدث خلال زيارته إلى نيويورك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ متى سيظهر بكلمته لكي تظهر كل العلامات التي تحدثنا عنها، الأزمة السياسية، الوساطة العراقية بين إيران والسعودية وغيرها من هذه الملفات؟ الواضح جدا من الجدول الذي ترونه أمامكم بالنسبة لليوم اسم العراق هو غير موجود كما تلاحظون، الأمور مستمرة حتى 26 سبتمبر أي يوم الاثنين القادم، وكذلك اليوم في أيضا ستكون مرحلة قادمة بعد ساعة من الآن ستكون هنالك أيضا اجتماعات اسم العراق طبعا غير حاضر، يوم غد أيضا العراق غير حاضر نهائيا كما تلاحظون بالنسبة إلى يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت ويوم الاثنين كما تلاحظون، هنا ليس هنالك أي تحديث متى ستكون كلمة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، ولكن مصادرنا الخاصة أكدت لنا بأن العراق وكلمة السيدة كاظمي ستكون يوم الجمعة القادمة. ننتظر ونرى بكل تأكيد بالنسبة لهذه المسألة، ولكن السؤال الأهم هنا، هل العراق هي المسألة الوحيدة التي ستتم مناقشتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذه الاجتماعات المهمة؟ بالعكس، هنالك الكثير من الأزمات، والأزمة الأوكرانية هي الطاغية بشكل أكبر على المشهد وعلى هذه الاجتماعات، هي التي ستطغى في الكثير من التفاصيل التي ستذكر إن كانت اقتصادية أو غيرها. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كان قد تحدث في كلمة قبل بدء هذه الاجتماعات، نشرت هذه التصريحات يوم أمس، وضح بأنه متشائم وبأن الأزمات لا يمكن حلها وليس هنالك اتفاق سلم مترقب بين أوكرانيا وبين روسيا. ولماذا هذه المسألة هي تطغى بهذا الشكل؟ لأن الأمور وصلت إلى مراحل خطرة للغاية تهدد العالم، تهدد الكثير من دول العالم بسبب أن هنالك خطر حقيقي تجاه إحدى المفاعلات النووية قد ظهر يوم أمس بمقطع خطير للغاية. أوكرانيا اتهمت روسيا بأنها قامت بعملية قصف تجاه هذا المفاعل النووي الذي ترونه بهذا الشكل وهو بوفدينو كراينسك الذي ترونه. كانت هنالك مخاطر في بداية هذا الحرب على مفاعل تشيرنوبل وبعدها على مفاعل زاباروجيا ولا زال مستمرا الخطر، ولكن كانت هنالك ضربة خطيرة على هذا المفاعل الذي يأتي إلى جنوب أوكرانيا. هذا من الممكن أن يتسبب بكارثة عالمية كبيرة إن ما جاءت هذه الضربة. هنالك طبعا 4 مفاعلات عاملة طبعا وتشيرنوبل هو مغلق، ولكن هذه الضربة كانت هنا خطيرة للغاية. إذا ما توجهنا إلى المقاطع الأولى لطبيعة الضربة التي اتهمت روسيا بأنها قامت بها، دعونا نأخذ عددا من العلامات لنفهم خطورة هذا الموقف ولماذا أوكرانيا ستطغى على كل شيء. نلاحظ هنا مبنى وهنالك أمام هذا المبنى شجرة واحدة فقط، هنالك سلسلة من الأشجار بهذا الاتجاه، فراغ سلسلة من الأشجار بهذا الاتجاه، وهنالك نوع من الأعمدة التي تأتي بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه. الانفجار كان حاضرا في هذه المنطقة، هذه اللحظات الأولى لطبيعة هذا القصف الذي طبعا كان خطرا للغاية كما تلاحظون في منطقة خطرة قريبة وقريبة جدا من المفاعل النووي بالتوجه مباشرة إلى القمر الصناعي لكي نفهم بالضبط أين كانت هذه الضربة. من تحليل الصور التي نظرنا إليها وشاهدناها، دعونا نتوجه إلى الجنوب قليلا، وهذه مسألة
يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. أي ضربة بهذا اتجاه أي مفاعل من الممكن أن تؤثر بشكل خطير على المنطقة. هنا طبعا أولكساندريفكا، بوهدانيفكا، كوستانتينيفكا، هذه هي المنطقة، المنطقة المفاعل الذي نتحدث عنه، وهذا هو المفاعل بهذا الشكل الذي ترونه. لنتحرك 180 درجة لكي نقارن هذه الصور من هذه الضربة ولنقترب قليلا من هذه المنطقة تحديدا. سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات تماما التي تحدثنا عنها. هذا هو المبنى، وهذه هي الشجرة التي تأتي أمام هذا المبنى، سلسلة أشجار، فراغ سلسلة أشجار، وبالتالي على هذا الأساس الواضح أن الضربة وكأنها جاءت على هذا المبنى الذي ترونه بهذا الاتجاه. ولكن هنالك صورة مثيرة مع الانفجار أضيئت طبعا بعد هذا الانفجار كما تلاحظون بهذا الشكل. مع الانفجار تمت إضاءة هذا التور أو هذا العمود الذي يبدو وكأنه عمود للكهرباء أو غيرها، والواضح أن الانفجار جاء خلف هذا العمود. دعونا نعود إلى القمر الصناعي مرة أخرى فقط لننتبه إلى هذا العمود، وسنلاحظ بأن هذا العمود أو هذا التور هو يأتي بهذا الاتجاه. لنقترب فقط لنتأكد من هذه المسألة التي توضح بالضبط أين جاءت هذه الضربة من هذا المفاعل الخطير، وسنلاحظ بأن هذا هو العمود، هذا هو الظل الخاص به، وبالتالي الضربة جاءت خلف هذه المنطقة وليست في هذه المنطقة بالضبط. وبالتالي على هذا الأساس هذا العمود يأتي بهذا الاتجاه، وكما لاحظنا بالصورة بهذا الشكل، وبالتالي النقطة التي ضربت هي هذه المنطقة بالضبط التي ترونها مع كل العلامات التي ركزنا عليها. وعلى هذا الأساس بالنسبة لي التصوير من لهذه المنطقة هي كانت قادمة من هذا المبنى، التصوير كان يأتي بهذا الاتجاه وصورت الضربة بالكامل. وهذه المنطقة هي لا تبعد عن المفاعل كثيرا، بالنسبة للمفاعل بنفس هذا المفاعل هي تبعد ما يقارب أكثر من كيلومترا، ولكن من منطقة المفاعل هي تبعد 300 متر، وهذا يؤكد التفاصيل الأوكرانية التي جاءت بأن المنطقة قريبة للغاية ومن الممكن كان أن تتسبب بانفجار خطير. بل أن الأمر في أوكرانيا والأمر في روسيا تطور إلى درجة خطيرة لا يصدقه أحد. الأنباء اليوم التي جاءت أكدت بهذا الشكل إلى الناشونال بوست وغيرها بأن سيكون هنالك عملية استفتاء من 23 وحتى 27 من سبتمبر، أي أثناء هذه الاجتماعات التي ستنتهي في 26 من سبتمبر، الاستفتاءات ستكون في المناطق التي تتواجد فيها القوات الروسية من أجل انضمام المناطق، أن تنضم هذه المناطق التي تتواجد فيها إلى روسيا وأن تصبح باللون الأحمر. نتحدث عن لوغانسك، دانييتسك، زاباروجيا وخيرسون، هذه كلها سيكون فيها استفتاء، وبالتالي وعلى هذا الأساس هذه المناطق ستصبح باللون الأحمر، وهي نفس ما جرى في عام 2014 إلى تحديدا شبه جزيرة القرم وتحولت بهذا اللون الأحمر. وهذه تزيد من أزمة الموضوع، مفاعلات تضرب، هذا الأمر يجري أثناء الاجتماعات، وبالتالي العالم فعلا الآن في مرحلة خطيرة، مرحلة ليست بالسهلة. والسؤال هنا الأهم والذي يهم العراقيين بشكل عام، أين ستصل الأزمة العراقية بشكل عام، وما الذي ممكن أن يتحقق من خلال هذه الزيارة من قبل رئيس الوزراء العراقي سيد مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط فيما يتعلق بالأزمة السياسية ولكن أيضا في الملفات الأخرى. ما الذي يجب أن يتوقعه العراقيون من هذه الزيارة؟